تهز النفس فسبحان من أسرى، وتحنت بك الدنيا فأشرق صبحها، وسرنا ربوع الكون نملأها أجرا. وبعد التلاوة أرجو من الخطيب السابق الحادي عشر الأخ الكريم حفيظ الرحمن فليتشرف مع أريكة الخطابة مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على خير مبعوث الخير، أمة أخرجت للناس من الظلمات إلى النور، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما بعد، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. أيها الإنسان، فقد خلق الله الحياة الدنيا تتلع بالآمال والآلام، فيها السعادة والشفاعة والصحة والمرض والغناء والفقر والضحك والبكاء، وكما خلق الله السرور والأحزان، وكما خلق الليل والنهار، وهكذا خلق الحياة والموت، وهكذا يخلق الله من كل زوجين اثنين. قال الله تعالى: لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأخيرا أختم كلامي بقول الشاعر: الموت كعص كل نفس شاربها، والقبر باب كل نفس داخلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.